هكذا بدأ مشهد الحملة الانتخابية لرئاسية 17 أبريل المقبل، مشهد يؤكد استثنائية الحدث الذي يتنافس عليه 6 مرشحين لرئاسة البلاد. على العام حنا رانا مفوتين وما كان والو. أنا في عمري 60 سنة، أنا في حوالي 60 سنة ما درت حتى حاجة من الدولة هذه. أنا ننتخب على جال دوك يقول لك لو كان ما تنتخب شي كارطة نتاع الفوتك واغط وكذا يديروا لك مشكل. على بالي بلي لو ميم سيستيم اللي يريح توجور لو ميم سيستيم كي كوموند، وعلى بالي بلي تكون مقاطعة قوية وإن شاء الله في الفوت يجوز نورمال وربي يجيب الخير إن شاء الله. الشارع الجزائري بدأ مشتتا، بل بعضه غير آبه لما يجري. بالنسبة إليه رئيس البلاد معروف ومعلوم من الآن. الانتخابات هذه حنا كشعب نفوطي ولا نقعدوا، ما كاين والو. فوط هذا زيادة، فوطينا فوطينا فوطينا. أنا عندي 38 سنة في عمري وأنا فوطي ما شت والو، ما كاين والو. يوعدوك يوعدوكم بعد ما كاين والو، لا خدمة لا سكنة لا معيشة مسقمة، ما كاين والو. سما رانا كشغل خضرة فوق الطعام في هاد البلاد. قضية تاع الرئيس، هما راهم خادمين الشي وراهم ملمينها وجايبين مدام سولي راهي قدامنا، خرجت لهم هذاك الكادافر هذاك وخرج. هادوما الناس اللي يحكموا فينا، يتقوا الله في هاد الناس هادوما. حنا خلاص حنا ذبحونا. حنا انا ساكن في لونغار، اونغار هكذا تاع الطوب هادو وكذا. بطبيعة الحال ليس كل الجزائريين غير معنيين بالعملية الانتخابية، فالتصويت للبعض واجب وطني لا يقبل الجدال فيه. انا واحد راح ننتخب نورمال، كل ما يكون انتخابات ننتخب. هذه بلادنا، هذه منا، كل ما نسقموهاش كل ما ننتخبوش وكل من، وعندنا هالثقة هادو في هاد الناس هادو نورمال. نشوفوا نتبعوا في البرنامج تاع المرشحين هذو الست، واللي كمل الاخر المليح حنا ننتخبوا عليه. المواطن حر، كل واحد مسؤول على نفسه، كل واحد كفار يشوف التغيير هذا. هي 17 فبراير هي يوم تكون او لا تكون، يعني كما نقولوا احنا غيروا، احنا نشوفوا شكون اللي راح اللي عجبنا نحطوه، اللي عجبنا نحيوه. احمد قادم من ولايه تمرست، له راي صريح فيما يتعلق بالتصويت في 17 ابريل المقبل. انتخابات الرئاسيه تاع 17 ابريل ان شاء الله تكون، نتمنوا تكون عادي، والناس قاعد يتخاووا، واللي ربحوا الصندوق هذاك هو المعلم. مهمة المرشحين الست لانتخابات 17 أبريل المقبل تبدو الأصعب على الإطلاق من كل العمليات الانتخابية التي شهدتها الجزائر. يواجه فيها المرشحون حزب المقاطعين أكثر من تنافسهم على كرسي الرئيس.